سيرة ليست عادية وحكاية بصيغة المنفرد في تاريخ المغرب، سيما أن الأمر كيتعلق بفتاة عمرها ما فاتش 20 ربيع، ومع ذلك صبحات إحدى أيقونة الشعب بكامله. هي أول مرة مغربية كتقود طيارة في زمن كان في العالم عدد الطيارات، أي النساء اللي كيسوقوا الطيارات، ما كيتعداش أصابع اليد الواحدة. هي أيضا اسم نسائي بارز في مغرب ما بعد الاستقلال بين جميع المناضلات من جيلها، سبب أساسي فتح المجال أمام أخريات ألهمهن مسارها المميز. الأمر كيتعلق بتوريا الشاوي. تزاد توريا الشاوي صباح يوم الخميس 14 دجنبر 1937 بحومة القلقليين بمدينة فاس، وعاشت داخل أسرة عطتها كل العناية والحنان اللازمين وكل ما يمكن تحتاجه طلبوا فتاة في سنها. كنعتقد على أن الشهيدة توريا الشاوي هي واحد العنوان ديال واحد الجيل في المغرب، واللي هي واحدة من الفلتات ديال الجيل ديال الاستقلال في المغرب. ما يمكنش ندوي على توريا الشاوي بما ندوي شوية على الإطار العام اللي خلق توريا الشاوي. أنا كنعتقد أن المغاربة ديال الثلاثينات والأربعينات هما واحد المغاربة اللي ممكن نسميهم هما واحد مجتمع ناهض، واحد المجتمع اللي جات صدمة الاستعمار وخلقات عنده واحد السؤال ديال نفس السؤال اللي نطروح عند العرب كلهم، لماذا تقدم الآخر وتخلفنا نحن. فمن بين الأجوبة اللي بدعها المجتمع المغربي هو هذيك الحاجة إلى التعلم، إلى اكتساب العلم، اكتساب المعرفة. فتوريا الشاوي كترمز أو كتنتمي لهذا الفضاء، لهذا المغرب الجديد، وهي قيمتها أنها جاية من أنها أنثى. كانت توريا مولعة بكل ما عنده علاقة بميكانيك الطيارات والسيارات وغيرها. مسارها الدراسي كان ناجح بعدما بانت عليها مؤشرات النبوغ في سن جد مبكرة وبشكل أدهل جل المحيطين بها. توريا الشاوي أول طيارة مغربية نفضت عنها غبار الركود وطارت مع السراب الطيوري في السماء المغربية، فطارت معها أفئدة الفتيان والفتيات المغاربة من جيلها. أعتقد أن الناس تحدثوا كثيرا عن توريا الشاوي باعتبارها أول امرأة في المغرب تتحمل مسؤولية سياقة طائرة، هذا أمر لم يكن مسبوقا على كل حال. ولكن هناك الوجه الآخر لتوريا الشاوي، المناضلة الوطنية الفاعلة الجمعوية المثقفة الممثلة المسرحية والسينمائية، ربما هذا الوجه هذا كذلك يستحق أن تسلط عنه الأضواء. بطبيعة الحال لكي نفهم كل هذه التركيبة في شخصية توريا الشاوي ولا بد أن نعود إلى مرحلة النشأة والصبا. بطبيعة الحال النشأة والصبا تحيلنا بالدرجة الأولى إلى أجواء مدينة فاس في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، حيث ظهور الأنوية الأولى للحركة الوطنية المغربية آنذاك. بطبيعة الحال 1937 هو تاريخ الميلاد، يصادف يعني ثلاث أو أربع سنوات بعد توقف العمليات المسلحة لحركات المقاومة الأولى في الجبال، في الريف، في الجنوب، في الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير إلى غير ذلك، وانبثاق التنظيمات الأولى للحركة الوطنية. كما هو معلوم الحركة الوطنية في نشأتها الأولى في المدن الكبرى الرئيسية فاس، سلا، الرباط، مراكش وغيرها، ركزت على قضايا التربية والتعليم، وبالتالي توريا الشاوي وجدت نفسها في سياق هذه الأجواء العامة، وبالتالي تأثرت كثيرا بهذا المخاض، مخاض النشأة الأولى للتنظيمات الأولية للحركة الوطنية. إلى جانب تميزها في جميع مجالات التعليم والمواد الملقنة، بقات السيارة والطائرة والميكانيكا عموما هما شغلها الشاغل ومحط اهتمامها الدائم. في الواقع السؤال عن توريا الشاوي هو يعيدني ويرجعني إلى صباي، رغم أنني في سن 70، فتوريا الشاوي هي من أغلى صديقاتي رحمة الله عليها، كبرت وإياها، تربينا معا وتصادقنا ونحن صغيرات، وكانت من أجمل الناس خلقا وخلقا.
الطفولة ديال توريا كانت طفولة عادية كأي فتاة ديال مدينة فاس. كانت عندها شخصية قوية وكانت عندها ذكاء حاد، فعلا هذه أوصاف اللي كانت كتميز بها. فيما يرجع لنا الذاكرة ديالي طبعا الحال، أنا كنت صغر منها بثمان سنين، فإذا الارتسامات اللي عندي مع توريا كانت عندها شخصية قوية وكانت عندها بطبعة الحال من ناحية ديال الدراسة ديالها كفتاة كانت مدرسة الدار عديل مجتهدة وكانت نابغة، كانت منعزلة شوية من ناحية ديال ما كيجيو كتلعب مع الفتيات ولا مع كانت منعزلة كأنها كتأمل كأنها كتخم في أشياء اللي هي فوق السن ديالها. هذه مسائل اللي كانوا كيلاحظ الإنسان فيها. اصابت توريا بمرض صدري، طبيب نصح الوالد ديالها باللي احسن دواء لها هو ركوب الطائره مده من الوقت في الصباح وفي وقت مبكر. توريا فيما يرجع للحب ديالها الطيران كان شيء غريب، لان في الصباح ديالها الفتيات كيلعبوا بطبيعة الحال لي بوبي باشياء هاد النوع، هي كانت كتلتجأ الاشياء كلها اللي كتتعلق بالطيران كالطيور كالمسائل اللي هي كترمز الحريه كرمز الحريه. ففعلا هذه من الملامح ديال في البدايه ديالها اللي حب الطيران، كانت كتصور بالوراق مثلا طيران كترميها في الهواء كانها طائره غاديه. هذه اشياء اللي كانت كتميز بها توريا. توريا تشبتات بالحلم ديالها وكانت مصيرة تقدم الاجتياز الامتحان لإحراز شهادة الكفاءة في الطيران في تحدي كبير للأوضاع القائمة. الحقيقة أن القصة ديال توريا الشاوي أو اختيارها للطيران وشغفها بالطيران واحد القصة مثيرة نوعا ما. شاء القدر لأنها في طفولتها أصيبت بمرض صدري يعني حاد لا يصل إلى السل ولكن هو مرض صدري حاد، فأحد الأطباء بمدينة فاس نصح الوالد ديالها على أساس أن من أسباب الشفاء ديالها باش ما تتحولش لها هذيك الإصابة ديال الزكام إلى ربو، أنها يأخذها في رحلة طائرة صغيرة في فوق مدينة فاس، يعني في أجواء مرتفعة، علاش باش تاخذ أكبر قدر ممكن من الأكسجين هو اللي غادي يساعدها في الشفاء. قالوا لأبيها يلزمها أن تركب الطائرة وتسير فيها لتشم الهواء من الأعلى علها تشفى، فصعد بها إلى المطار وأول مرة ركبت الطائرة كادت أن تطير من الفرح. الأب ديالها لم يتردد فبحث عن شخص في مدرسة الطيران في فاس وتمكن من أن يقنع أحد المدربين لكي يقوم لابنته بتلك الجولة مرتين، وكان يوم نهاية أسبوع. فالطفلة لما صعدت في الطائرة مع والدها ومع الربان مع ذلك المعلم الأجنبي، يعني خدت الفيروس ديال حب الطيران، وأصبح شرط وجودها معنى وجودها هو أن تتعلم الطيران. في البداية كانت حب لكل ما كي يتعلق بشيء اللي كطير كالطيور ومن بعد لما وصلت وخدت البروفي ديالها وذاك الساعة كنا في الدار البيضاء ما كناش فاس، كان الوالد الله يرحمه كان كيشتغل في الدار البيضاء ومن بعد التجأنا خلطنا عليه في الدار البيضاء، بغات تاخذ دروس ديال الطيران. ففي ذاك الوقت كان ميول مهم لهذا الميدان هذا، وكان التسجيل ديالها في مدرسة ديال تيتم الليل كان صعب، لأن كان ذاك الساعة الاستعمار كانوا الفرنسيين هما اللي عندهم الحق باش ياخذوا دروس ديال الطيران.
فكان داك الميول ديال الطيران كان حقه قوي لان تحدى اي صعوبات اللي كيمكن تكون في الطريق ديالها. بوغ توريا الشاوي خلال مرحله التكوين استطاعت ان تثبت مهارات عاليه وهي في سن متقدمه لم يكن عمرها يتجاوز 18 سنه بشهاده استاذها وحاضنها استاذ اسباني كان اسمه نوغيرا، كان يشتغل داخل هذه المؤسسه مؤسسه الاجنحه الشريفه وكان يشرف على تكوينها وكان له واحد العطف كبير على توريا الشاوي وكان معجبا بذكائها وبقدرتها الهائله على تلقي المعارف والعلوم الخاصه بفن الطيران، لذلك كان طبيعي جدا ان تختزل المراحل وان تمر مرحله التكوين في زمن قياسي بل وان تتقلد مسؤوليه صياغه الطائره في سن مبكر جدا. اليوم عندما نسمع شخص ربان طائره في سن لا يتجاوز 18 سنه ربما الامر يكون مفاجئا لنا. توريا الشاوي قبل ان تكمل 18 سنه استطاعت ان تحلق عاليا في سماء المغرب. لكن انتصاب مجموعة من العراقيل في طريقها جعل من المستحيل حصولها على الشهادة. فحين انتقلت العائلة إلى الدار البيضاء لأن الدار البيضاء آنذاك في الأربعينات نهاية وهنا عود المعنى التاريخي مهم بحيث أن الدار البيضاء ديال نهاية الأربعينات ما بعد الحرب العالمية الثانية هي اللي غتولي كتصنع المغرب الجديد، هي اللي كتصنع صورة المغرب الجديد وقيم المغرب الجديد أصبحت تصنع في الدار البيضاء وليس في المدن الكلاسيكية القديمة مثل فاس أو مراكش أو الرباط أو تطوان إلى آخره. علاش؟ لأنه في الدار البيضاء أصبح هناك رأس مال قوي أجنبي بالخصوص الرأس مال الأوروبي الفرنسي والإسباني والإيطالي الذي هاجر بسبب الحرب العالمية الثانية واستقر في مكان موجود فيه ميناء للتجارة اللي هو ميناء الدار البيضاء أكبر ميناء آنذاك في المغرب، وبالتالي بدأت تتشكل قوة اقتصادية للدار البيضاء. فأغلبية ديال العائلات بدأت تهاجر من المدن الكلاسيكية مثل فاس مراكش وغيرها إلى مدينة الدار البيضاء، وجر وهنا في نجا الهجرة ديال الوالد ديالها أو عائلتها إلى مدينة الدار البيضاء لأنك ولات كتوفر إمكانيات ديال العيش أفضل وأكبر من ما هو متوفر في فاس. المعمرين ما كانش عندهم أي رغبة في فتح المجال أمام مغربية وفي سنها. المرحلة ديال التدريب ديالها في المدرسة ديال تتمليل خدات الكورسيوس الكامل وكان ينظر إليها واحد نظرة نوعا ما دونية، وهذا بطريقة حال مذكور بتفاصيله في الكتاب ديال السيد عبد الحق المريني، والسيد عبد الحق المريني اللي نشرناه في المؤسسة ديال محمد الزرقطوني اللي هو كان كتاب مفقود واللي الفضل تيرجع للأستاذة خديجة بالفتوح اللي كانت صديقة ديالها في فاس، كانت جارتها في فاس، هي اللي واحد النهار جابت لنا الكتاب. لكن العراقيل ومهما كان حجمها أو مصدرها ما نساتش وما يأساتش وما حبطاتش توريا على تحقيق حلمها وبقت مصيرة تدوز الامتحان. وجهت بنوع من اللامبالاة، من نوع من العنصرية، كاع نقدر نسموها عنصرية. علاش؟ أولا لأنها فتاة مغربية وماشي مثل وماشي من طبقة اجتماعية غنية، من طبقة اجتماعية يعني متوسطة ومن عائلة متوسطة يعني مستورة، وأنها حتى في شخصيتها عندها الموقف الوطني، وبالتالي الفضاء الفرنسي المحيط بالمدرسة ديال تعلم الطيران ديال تتمليل كان عمليا إقصائي لها، بدليل أنه يوم تخرج حفل تخرج يعني إعطاء الشهادة ديال الطيران اختير لها يوم ممنوع فيه الطيران بهذه الظروف ديال المناخ وبالمطر وبالغيوم، ونجحت بتفوق، وهذا خلق صدى لأن كانوا هناك صحفيين، خلق صدى إيجابي لشخصها وخلى لأنه نشرت مقالات صحفية مع صور ديالها في المطار يوم التخرج، معناها ولدت كبطلة.
نجاح توريا الشاوي إذن هو نجاح أمة بكاملها، وكانت حينها بمثابة إعلان على ميلاد بطلة، أو على الأصح ميلاد أسطورة مغربية. بعد نجاح توريا الشاوي في الطيران بلغصتها العالمية بعدما نقلت الجرائد والمجلات العالمية أخبار نجاحتها، وبتات محطة إذاعية عالمية خبر فوزها كأصغر طيارة في العالم بشهادة الكفاءة في الطيران. ثم كانوا لها عدة استجوابات ولقاءات صحفية مع مندوب الصحف والإذاعات العالمية، واتخذت لها صور كما توصلت بالعديد من الرسائل وبرقيات التهنئة والإعجاب. حقا لم تكن توريا الشاوي هي التي حلقت في أو الطائرة هي التي حلقت في السماء، ولكن المرأة المغربية هي التي حلقت عاليا، لأن توريا الشاوي بهذا الفعل ستتحول إلى نموذج للمرأة المغربية كما عبر عن ذلك المغفور له محمد الخامس عند استقباله وتوشيحه لهذه المرأة أو هذه الفتاة العظيمة في حقها. هذه الشخصية وهذه السيدة أنا كان أعتبرها إنسانة غير عادية، إلى قارنا السن ديالها مع المنجز، يعني مازال ما وصلتش 20 عام وحققت هذه الامور هذه كلها لصالح المرأة المغربية، لصالح المغرب في مجال دقيق علميا ومن ناحية التقنية اللي هو مجال الطيران. فبالتالي انا كنعتبرها هي واحد الفلتة للأسف لم تتكرر في تاريخ المغرب المستقل، ولهذا كانت مستهدفة لأنها رمز ترمز إلى معنى جديد لمغاربة جدد، وأكثر من ذلك أنها امرأة، أنها ترمز لهذا المجتمع الجديد من وسط النساء. فبالتالي هذا النموذج مزعج لأنه نموذج إيجابي. ما معنى أن يكون أنه نموذج إيجابي؟ كيخلق واحد التناهي عند الأجيال ديال المغاربة، لأن عندهم واحد ليدول، واحد النموذج لإيجابية خصهم يقلدوها. والدها عبد الواحد الشاوي لم يكن شخصا غريبا عن العمل الوطني، بل كان شخصا منخرطا بالكامل في مسارات وتنظيمات العمل الوطني بمدينة فاس. إذا تلقت تربية وطنية كانت لها أثارها مباشرة بعد مرحلة النشأة. توريا الشاوي وهي يافعة بدأت تكتب الشعر وبدأت تكتب مقالات حول قضايا متعددة لها ارتباط بالعمل التحرري، وهي في سن لم يتجاوز 15 من عمرها، وهي أمر مهم جدا. صحيح أن عبد الواحد الشاوي الأب له دور كبير في هذا التكوين، ألحقها بالعمل الجمعوي فمارست التمثيل إلى جانب والدها في سن مبكرة، كذلك شاركت في مجموعة من المسابقات التي كانت تنظم على المستوى الوطني في كتابة الشعر والقصة والمقالة. ومن الأمور المثيرة جدا أنها أثارت الانتباه بكتاباتها الأولى، الشيء الذي جعلها تستفيد أو تنال واحد المجموعة ديال الجوائز، خاصة إحدى جوائز المسابقة في مجال القصة القصيرة بمناسبة عيد العرش، كانت قد نظمتها إحدى وكالات الإشهار والأصفار في هذه المرحلة. فإذا توريا الشاوي منذ البداية وهي منخرطة كليا في مسار البناء الذاتي لشخصيتها المتميزة، شخصية المرأة المتحررة، المرأة الجديدة التي كانت تنظر إلى صورة المغرب نظرة مختلفة تماما عن ما كان سائد. نجاحها موقفش عند هذا الحد، بل تحولت توريا إلى أيقونة لجيل سياسي بكامله، جيل كي آمن باللي المجتمع ما يمكن يتحرر وينهض إلا بتحرير نصفه الآخر. توريا الشاوي لم تمارس العمل الثقافي والعمل الجمعوي عن بعد، ولكنها انخرطت فعلا وكان لها دور كبير في تأسيس إطار جمعوي مهم جدا هو أخوات الإحسان. فجمعية أخوات الإحسان هي صاحبة الفكرة وهي صاحبة المشروع، قدمته للجهات المختصة وعلى أساس السلطان محمد بن يوسف آنذاك واشتغلت فيه، بل اجتمعت حولها مجموعة من فتيات مدينة فاس وكانت جمعية رائدة في هذا الباب، والكثير من المبادرات الرائدة في هذا الباب في مدينة فاس في هذه المرحلة ارتبطت بتجربة جمعيات أخوات الإحسان التي أسستها توريا الشاوي وكانت رئيسة لها و يعني تحملت فيها الكثير من المسؤوليات كما هو معروف. فإذا هذا أمر مهم جدا، هي لم تمارس العمل الجمعوي عن بعد كمنخرطة عن بعد، ولكن كفاعل مباشر في الأحداث. العمل الوطني كان يتم تصرفه باختصار بالنسبة لتوريا الشاوي عبر قنوات متعددة، بل حتى عندما تحدثت عن المهنة ديال الطيران
والنص الرائع الذي كتبته هو النص الوحيد الذي خلفته, يعني عمل الكتاب الذي ألفته عندما كانت خارج المغرب بمدينة في إسبانيا. هذا الكتاب تتحدث فيه عن مهنة الطيران وأعطته حل عنوان مميز, كيف تصبح طيارا, ثم ألحقت به فصلا آخر سمته كيف تصبحين طيارة الأنثى. إذن خاطبت الذكور وخاطبت الإناث. تنتمي إلى الجيل السياسي المغربي الذي كان يؤمن على أن الاستقلال ليس هو تحرير الأرض فقط, بل هو تحرير الأرض من الأجنبي, من المحتل الأجنبي, وتحرير الإنسان المغربي من أسباب التخلف, بمعنى أن الاستقلال هو عنده دور مزدوج. وهنا فين أن شخصيته هي أو وعيها السياسي كان ينتمي لهذه المدرسة, هذه المدرسة الوطنية المغربية, وخلال أنها كانت عندها آراءها السياسية. يعني كسرت الصورة النمطية للمرأة المغربية, المغربية التقليدية, المرأة المغربية التي حرمت من حقها في التمدروس, في التعليم, في التكوين. إذن هي انخرطت قلبا وقالبا في مسار التكوين الذاتي, سواء داخل مدارس الحركة الوطنية أو داخل التكوين الموازي الذي وفره لها والدها عبد الواحد الشاوي. فإذن هذا أمر مهم جدا. لذلك الجرأة التي اكتسبتها توريا الشاوي في عملها الميداني في المراحل اللاحقة لا يمكن أبدا أن نفهم منطلقته إلا بالعودة إلى هذه المرحلة, مرحلة نشأة إذن هي أساسية في هذا الباب. وكانت توريا تتميز بحس وطني كبير, عكست سلوكاتها وخطاباتها وانخراطها أيضا في كل المجالات والبنيات اللي كتساهم بدفع البلاد نحو النهوض وتكسير القيود. تذكرنا إذن توريا الشاوي بأسماء نساء رائدات بمدينة فاس تقريبا في نفس المرحلة, وعلى رأسهن اسم رائدة كذلك مليكة الفاسي التي تعتبر المرأة الوحيدة الموقعة على وثيقة المطالبة بالاستقلال. إذن نفس الظروف التي أنتجت شخصية مليكة الفاسي هي نفسها التي أنتجت توريا الشاوي. تعبيرات عن هذا الانتماء للأسرة الوطنية وللعمل الوطني ظهر في سن مبكرة لدى توريا الشاوي. بطبيعة الحال العمل الذي قامت به توريا الشاوي داخل الجمعيات المحلية بمدينة فاس أو التكوين الذي لاقته داخل الجمعيات كان تكوينا يركز على الإنسان أولا, وكان يركز على مقولة أساسية أصبحت متداولة على نطاق واسع داخل المنتمين للحركة الوطنية, أن محاربة الجهل ومحاربة الإقصاء بالنسبة للنساء داخل المجتمع المغربي هو لا يقل أهمية عن محاربة الاستعمار. إذا مشروع تحديث المجتمع انطلاقا من إعادة الاعتبار للمكون الثاني أو النصف الثاني للمجتمع اللي هو المرأة, هذه من الأبجديات التي تلقتها تنظيمات أو لقنتها تنظيمات الحركة الوطنية للمنتسبين إليها. سمعوا بالحديث ديالها وخلو خصنا نشوفوا هاد السيدة, هاد هما يحسبهم سيدة كبيرة, هاد السيدة اللي تقوم تقول الفتيات وتقول لهم وتقول لهم وتقول كذا كذا وتتقدم من تحت, لأنها هي عمرها ما بان عليها أنها مناضلة, أنها من الناس الذين يعملون لصالح المغرب, هي تعمل في خفاء في خفاء. فشك المستعمر أن هناك إنسان كبير, فهم يعرفون أبوها ويعرفون أسرتها, أخوها لازال صغيرا, فقرروا أن يروا هذه الإنسانة, فوجدوها لازالت شابة صغيرة لا تستحق أن يعار لها كل هذا ليتم من عند الفرنسيين, فمشوا فعلوا. وكتبقى مشاركتها في فيلم سينمائي من بين الأمور الخفية في مسيرة مناضلة كبيرة من الحجم ديالها. إذا قلت أن تشارك توريا الشاوي في شريط سينمائي تحت عنوان الباب السابع سنة 1947, هذا كان أمرا غير مسبوقا, لأول مرة تظهر فتاة مغربية على الشاشة. هذا عمل مهم جدا. صحيح أن التقنيات التي أنجز بها هذا الشريط والموضوع وطريقة المعالجة الدرامية للأحداث إلى آخر ذلك قد تبدو جنينية فطرية متواضعة جدا إذا ناقشناها بمنطق العصر, لكن إذا قارناها بمنطق أربعينيات القرن الماضي هي كانت عملا غير مسبوق. المرأة المغربية أول حضور لها داخل السينما أو العمل السينمائي الوطني كان مع اسم توريا الشاوي, هذا أمر يستحق أن نؤكد عليها في هذا الباب. بعد النجاح اللي ميزها كامرأة مغربية وفي زمن صعب في ديك المرحلة, قصدت توريا الشاوي الديار الإسبانية وزارة الجزيرة الخضراء ملاقا غرناطة وإشبيلية. وفي اليوم اللي كانت كتنتظر الطائرة اللي غادي تردها لتطوان, لاحظ قائد مطار غرناطة شارة الطيران المغربي على الصدر ديالها.
القصه اللي وقعت لها مع احد الربابين الاسبان لما كانت جايه من مالاغا الى تطوان في رحله مع الوالد ديالها وعائلتها. وهذاك القبطان ديال الطائره كان كيدور في وسط الطائره ونتابع على انها هي لابسه اللباس ديال الطيران المدني. فقال لي هذا واش ديال شي احتفال يعني ديال شي عيد هديه؟ قلت له لا، هذا لباس رسمي، انا ربان الطائره. لم يصدقها، قال لا تقود الطائره. وهي التي قادت الطائره وانزلتها في تطوان، واعلن للركاب اغلبيتهم اسبان ان من انزل الطائره ومن قادها هي الربانه فلان الفلان، فتم التصفيق لها. في يوم 18 نوفمبر 1951 خرجت توريا بحال عمة الشاب احتفالا بعودة السلطان، لكن بطريقتها الخاصة. لم أنسى اليوم الذي عاد فيه المجاهد المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه من المنفى السحيق مع أسرته الشريفة يوم 16 نوفمبر 1955 إلى عاصمة ملكه، وكانت الطيارة توريا الشاوي تطير بطائرتها الصغيرة على علو منخفض وترمي ببطائق التهاني والتبريك على الجماهير الغفيرة من المستقبلين للموكب الملكي في مشور تورقا بمدينة الرباط. لما كان جلالة الملك في مرجع لما كان جلالة سان جيرمان أولي، وكانت استقلال المغرب واضح في ذاك الوقت، كانت مشات سوريا ترأست بعثة نسوية ومشات زارت جلالة الملك في سان جيرمان أولي. ولما كان يعني تاريخ ديال الرجوع ديالو ديال 18 نوفمبر 1955، فكانت خدات رخصة من القصر الملكي باش ترحب به بتعلق على القصر الملكي وترمي مناشير ديال اللي كترحب بالرجوع ديالو. هذا اللحظة مهمة في مرجع للرجوع ديال محمد الخامس. عندما كان استقلال المغرب كنا في القصر الملكي في السطح، وكانت هي فوقنا تزودنا بالأوراق من السماء، عدد كبير من الأوراق تحوم حول أنحاء المغرب وتتلقي الأوراق من السماء فرحة بعودة جلالة الملك محمد الخامس رحمة الله عليه. لكن في ذاك اليوم ما كانش لابسة لباسها الصوفي، وفاش حلقات على علو 800 متر ما انتبهتش باللي نافذة الطائرة مفتوحة وباللي التيار الهوائي راه شديد، ولما نزلت اليابسة كالمرض استوطن جسدها من جديد، شيء اللي استدعى نقلها لسويسرا. هذا غادي تسبب لها في إصابة بمرض صدري حاد جدا، لأنها لم تقم بالاحتياطات اللازمة لحماية جسدها، خصوصا لما تحلق في مستويات منخفضة، مما اضطرها إلى أن تخضع لعلاج طويل امتد لشهور، أعتقد ستة أشهر، في إحدى المصحات الخاصة أو المستشفيات الخاصة بسويسرا بلوزان. وكان الملك الوطني محمد الخامس هو الذي بعثها للاستشفاء في ذلك المستشفى. انتصرت توريا الشاوي من جديد على المرض ورجعت مرة أخرى لبلدها لإكمال مسارها النضالي. قدر المنجز اللي حققته توريا الفتاة الصغيرة في الطيران سواء في سماء المغرب أو سماء أوروبا، بقدر ما كانت الصفعة قوية للاستعمار اللي ما كانش قادر يتصور باللي مرأة مغربية في سنة غادي تحقق معجزة عليه الكثيرات من الأوروبيات. توريا كانت كل شيء كان كيحبها، لأنها كانت إنسانة طيبة وإنسانة عطوفة مع العائلة ديالها. بطبيعة الحال كانت العلاقة طيبة، نقدر نقول على ان كاين فترتين في العلاقه ديالها مع العائله ومع الاصدقاء والاحباب. الفتره الاولى لما خدات الشهاده ديال الطيران
كانت كرمز نسوي في في فيما يرجع كانت أول طائرة أو طيارة مغربية. ثم بعد جات الحوادث السياسية. ملي جات الحوادث السياسية فصبحت سوريا كانت سوريا أول طيارة مغربية صبحت سوريا المناضلة. والعلاقات مع العائلة ومع الحباب بطبيعة الحال تغيرت لأن بدأت كتشارك في بعد الهيئات النسوية باش تحاول تستوعي المرأة المغربية للحصول على الاستقلال ورجوع ديال محمد الخامس من المنفى. فهناك العلاقات صبحت علاقة داخلة فيها نضال، ولكن دائما كانت توريا كتحترم الغير والناس كيحترموها وكيحترموا النضال ديالها. تعرضت توريا الشاوي لمحاولات متكررة للاغتيال، وتحديدا الأربع محاولات كلها كانت فاشلة لحسن الحظ. لكن الحظ غاب فاش كرروا القتلة المحاولة مرة أخرى حتى حققوا الهدف ديالهم. الاغتيال ديال توريا هذه تظن أصعب لحظة عشتها في حياتي وأهم لحظة اللي إلى حد الآن رغم الوقت 60 عام دازت على هذا أو أكثر. الاغتيال ديال توريا عمره ما غادي يتنسى لأن مازال كنتذكر ذاك اللحظة ديال النهار فاش غتوفى. كان فاتح مارس، كانت ليلة الاستقلال لأن الاستقلال كان رسمي نهار 2 مارس 56. وكانت توريا كترأس عندها مؤسسة ديالها مؤسسة الأميرة للا أمينة للفتيات. وذاك النهار كان كل شيء فرحان لأن عارفين الاستقلال لغدا غادي يكون، كل شيء فرحان، كل شيء اللي كانوا الناس كيدوروا بالحراقيات. وكان عندنا واحد السائق كيشتغل معنا كان وصلني للمدرسة ديالها وأنا عندي 11 سنة بديك الساعة. وحضرت على خطاب درته للفتيات، قلت لهم أنا سعيدة بأن الأرض غادي تكونوا تعيشوا لحظة الاستقلال ولبسوا أحسن ثياب ونشطوا والحمد لله اللي وصلنا لهذا النهار. وأن الوالدة ديالها كتطلع عليها من البالكون وكتدوي معاها، وجا الشخص من وراها اللي غينفذ العملية وضربها من الوراء من الوراء، يعني ما شافتوش. قلت أنه المجموعة اللي نفذت العملية كان هناك نقاش كثير وكلام كثير حول من نفذ العملية، من يقف وراءهم. أنا كان نتصنت لهذا الخطاب ديالها، ومن بعد طلعت أنا وياها في السيارة. ما بين المؤسسة إلى الدار ديالنا المنزل 32 زنقة بير جراك تقريبا نقدر نقول 800 متر 500 متر. وراجعين في الطوموبيل كنتذكروا بنشاط علاش نعملت في العشية وشنو كنت في المدرسة وماشي ما، يعني حقيقة كان منتهى السعادة لأن كنت حسيت بها لأنها في نشاط تام. لما وصلنا لباب المنزل فهذيك الواقعة ما كنتش كنتذكر على أن ما كنتش كان كتجيني فكرة على أن شي واحد غادي يسوء لتوريا باش يوصل الاغتيال، لأنني كطفل ميمكنش نخمم في ذاك الوقت في ذاك الجريمة. أنا كيحسابي شي واحد كيبسط معنا لما تنشوف اليد قريبة لرأسها وحسيت وسمعت ذاك الانفجار. أنا يحسابني كاين نوع من بسط، ولكن للأسف كانت الوفاة ديالها. كانت كنحس كنسمع بالوالده ديالي كتخوت من البالكون لان شافت من 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 البالكون سمعت داك الانفجار وكانت كتطلل وكانت يعني حقيقه يعني لحظه كنعيشها الان بالدقيقه وبالثانيه رغم طوله الوقت. بقات ظروف ملابسه اغتيالها كيلفها الكثير من الغموض، وإن كان أن خيوط الجريمة بدأت كتبان وبالتدريج. شاء القدر
أنه لظروف مهنية طبيعة مهامي الصحفية أن ألتقي مع سيدة فاضلة هي المرحومة الحاجة فاطمة التهامي اللي تعتبر أول امرأة مولدة في المغرب، أول ساجفان في المغرب اللي تخرجت من كلية الطب بالجزائر وبباريس في سنة 1949. ف باش ندوي على المسار ديالها أو نكتشف المسار ديالها، من بين التفاصيل اللي غنكتشفها جات هكذا عرضا، هو الناس ستتحدث لي عن توريا الشاوي لأنها كانت تعرفها في الدار البيضاء، وكان يلتقون في أغلبية الأوقات في درب السلطان في شارع سويس القديم اللي هو بعد شارع الفداء في الدار البيضاء الشهير، لأنه تما كانت العيادة الأولى ديال أو البيت الأول ديال السيدة فاطمة التهامي. وفي أحد الأيام سيتم اختطافها فاطمة التهامي من قبل مجموعة معينة، وحملت إلى إحدى الفيلات في دار ميطاج. لم تفهم هي لماذا اختطفت، وحين حضر المسؤول عن المجموعة حسب ما حكت لأنه حضر لتنفيذ العملية، عملية التصفية، عملية الاغتيال، سيوقف مجموعته ويقول لهم غلطوا ماشي هي هذه. وهذا الشخص كان هو أحمد طويل الشهير، وبالتالي احتفظ بها حتى نفذت عملية اغتيال توريا الشاوي. عاد أطلق صراحة، إلا أن الجريمة كانت أكبر باش ينفذها شخص أو عصابة، بل أن اللي كان وراها جهة قوية ونافذة. أنا أعتقد أنه مهما كانت الجهة التي نفذت العملية هي لم تكن إلا منفذة. أنا أعتقد أن من أمر بالتصفية هو أكبر من أحمد طويل في رأيي. علاش؟ لأنه كيف ما قلت من قبل أن المستهدف في شخص توريا الشاوي هو رمزيتها، ما ترمز إليه كامرأة، موقفها الوطني، موقفها السياسي، انخراطها في الأسئلة ديال المجتمع ديالها، علاقتها القوية مع الأسرة الملكية بالخصوص الأميرات للا ملكة وللا عائشة، مع الملك الوطني محمد الخامس، آرائها السياسية الواضحة، قوتها الميدانية في التأسيس لتعلم الطيران المغربي وتأسيس الطيران المغربي سواء في شقه المدني أو شقه العسكري. فبالتالي هذا الخيوط اللي كتجمع أو اللي كتصنع شخصية هذه السيدة كانت مستهدفة. وأنا أعتقد أنه الجهة الموروثة عن الاستعمار الفرنسي أنا ذاك، لأنها هي قتلت في المغرب مازال حتى ما خداش الاستقلال ديالو الرسمي يوم 2 مارس 1956. عاش المغرب أول جنازة سياسية كبرى في أول سنة من استقلاله، شيع فيها واحدة من بناته توريا الشاوي اللي تحرمات من الاستمتاع بلحظات طالما تمنت تعيشها، لحظة الإعلان الرسمي على استقلال المغرب. وهكذا استشهدت توريا الشاوي ودفنات يوم 2 مارس 1956 بعدما رافق موكبها الجنائزي 60,000 شخص من اللي حبوها وقدروا اجتهاداتها وإنجازاتها اللي ساهمت في رقي بمكانة المرأة المغربية حتى وصل صيتها العالمية. ولما امتدت إليها يد آتمة وأطفأت شعلة حياتها برصاصة قاتلة يوم فاتح مارس من سنة 1956، أقام لها والدها المرحوم المسرحي عبد الواحد الشاوي حفلة أبين بعد 40 يوما من وفاتها بسينما فوكس بالدار البيضاء. وكنت وأنا شاب يافع من بين المشاركين في هذا التأبين بكلمة رثائية رقيقة أعجب بها والدها، فطلب مني توا أن أتعاون معه لإنجاز مؤلف عن كريمته المأسوف على حياتها، وبذلك بقيت أتردد
على بيته بالدار البيضاء ليزودني بالوثائق الضرورية مدة بضعة شهور لكتابة هذا المؤلف. فحتى خرج هذا الكتاب للوجود سنة 1956 بعنوان الشهيدة توريا الشاوي أول طيارة بالمغرب الكبير. الحقيقة أنه رد الفعل الشعبي مغربيا على عملية الاغتيال كان كبيرا جدا، كان كبيرا جدا. المغاربة كانوا معجبين كثيرا بتوريا الشاوي، كانت بالنسبة لهم واحد من عناوين الاعتزاز بمغربيتهم لأنها مثال إيجابي، بالخصوص أنها كما قلت الوحيدة في إفريقيا في العالم العربي الإسلامي، بل الثالثة في العالم، واحدة من ثلاثة في العام آنذاك، لهم إمكانية ديال سياقة أو قيادة عفوا طائرات مدنية بركاب. كالفضل المؤسسة محمد الزرقطوني لإحياء مؤلف نادر حول حياة توريا الشاوي، كتبوا المؤرخ الأستاذ عبد الحق المريني. هو منذ تأسيس مؤسسة الشهيد محمد الزرقطوني للثقافة والأبحاث، خدت من يعني من الاهتمام ديالها هو توثيق يعني تاريخ الحركة الوطنية والمقاومة. فهنا جات الفكرة على أساس أنه يكون مهرجان ديال المقاومة، يعني ولكن حول المرأة المقاومة. هنا بدأ التفكير في أول مهرجان عملناه في سنة 2007، كان مهرجان الأول ودرناه بالمناسبة ديال اليوم العالمي للمرأة. طبعا الحال من بعدها جاء التفكير في المهرجان الثاني، وكان تصادف أول مهرجان وطني للمرأة المقاومة المغربية، لأن اللي هو تصادف 10 أكتوبر من كل سنة. هنا كانت التفكير كان طبيعة الحال شكون غادي تكون أول شهيدة، وكان التفكير دائما فيها هي الشهيدة توريا الشاوي. وقد قامت مؤسسة محمد الزرقطوني للثقافة والأبحاث مشكورة بطبعه طبعة جديدة ومنقحة سنة 2009. وفي الحقيقة أنه من هذا المؤلف انطلقت نحو الاهتمام بقضايا المرأة المغربية وبنهضتها وتفوقها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية منذ فجر الاستقلال إلى يومنا هذا. وكان من نتائج هذا الاهتمام صدور كتاب يحمل عنوان دليل المرأة المغربية في جزئين، وصدرت الأجزاء الأخرى منه في شكل ملحقات نشرت ضمن المجلات النسوية المغربية. فكانت المرحومة توريا الشاوي حافزا لي على الاهتمام بالنهضة النسوية المغربية والكتابة في موضوع مسارها المتنور. في المهرجان الأول صادفنا واحد الأخت اللي أعطتنا واحد الإهداء، هو كتاب صدر سنة 1956 حول توريا الشاوي، وبدينا تنتصفحوا فيه. فهذاك الكتاب اللي تصدر 56 فيه واحد المجموعة ديال الوثائق بما فيها صور ديال الشهيدة توريا من البداية، يعني من الميلاد ديالها حتى الاستشهاد ديالها. تلقوا فيه شكون صاحب الكتاب. هو صاحب كتاب هو واحد طالب مغربي في هذيك الفترة، وسميتو اسم ديالو عبد الحق المريني. ومع مرور كل هذه السنوات مازال مطار تطمن ليل بالدار البيضاء مرتبط باسم توريا الشاوي، أول طيارة مغربية تحدت المستحيل لتحقيق حلمها الكبير. هذه السيدة بهذه الرمزية الكبيرة والهائلة والضخمة، اللي هي شرف لكل المغاربة، شرف للمغرب، شرف للمرأة المغربية، شرف للعائلة المغربية، شرف للطيران المغربي،
أتساءل كيفاش أنه ولا مطار واحد في المغرب يحمل اسمها، وهذا عيب صراحة، هذا عيب. تكريم هذه السيدة مثلا مطار فاس، هي ولدت في فاس وكبرت في فاس، يستحق أن يحمل اسمها، أو أي مطار آخر في المغرب يستحق أن يحمل اسمها. وأنا أتأسف أنه ربما أصحاب القرار السياسي منذ الاستقلال اليوم لم يمتلكوا مكرمة ذكاء تكريم هذه السيدة من خلال إطلاق اسمها على مطار من مطارات المغرب، وهي تستحقه عاليا، ربما تستحقه أكثر. أن المطار ديال تتبليل هو معروف على أنه هو اللي درست فيه، يعني الدراسة ديال هذه الطيران وتعلمت فيه الطيران، فما تنشوفش علاش ما يكونش الاسم ديال توريا الشاوي يحمل اسم المطار ديال تتمدين، اللي هو اسم تنتمنى أنه يحمل اسم ديال الشهيدة توريا الشاوي، ونتمنىه إن شاء الله. توريا الشاوي لم تعيش حياة خاصة، ولكنها عاشت حيوات يعني بصيغة الجمع متعددة. حياة الشاوي أو توريا الشاوي في جانب المهني الطيارة، توريا الشاوي الفاعلة الجمعوية، الممثلة المسرحية، الممثلة السينمائية، المناضلة السياسية، الفاعلة النقابية، يعني من كجمع هذا كله أكيد أننا أمام فتاة سبقت عصرها واستطاعت أن تترك بصمات واضحة في مسار الحركة النسائية. لذلك تقييم لهذا المعطيات كله، لهذا الجمع كله، أقول أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال كتابة تاريخ العمل النسائي في المغرب بدون إحالة إلى اسم توريا الشاوي. هي أيقونة العمل السياسي التحرري ضد الاستعمار، كما أنها أيقونة العمل النسائي التحرري بالنسبة للنساء المغربيات. توريا الشاوي بعد استشهادها في يوم فاتح مارس من سنة 1956 في الظروف التاريخية المعروفة، تحولت إلى مرجع بالنسبة للملايين الأسر المغربية، أصبحت نموذجا للفتاة المغربية، لأنها استطاعت أن تتحدى إرادتين اثنتين، إرادتين مزوجتين. تحدت إرادة الاستعمار أولا بانخراطها في العمل الوطني السياسي التطيري، وتحدت إرادة التقاليد البالية التي كانت تجعل المرأة المغربية يعني كائنا يعني مهمشا، كائنا منسيا، كائنا بدون أي حقوق، بدون أي مسؤوليات. فإذا هذا التحدي المزوج هو الذي صنع تألق اسم توريا الشاوي. كانت توريا الشاوي الشابة الوحيدة بين ريبرتوار يضم رموزا صنعوا صورة المغرب الجديد الناهض، وبقت أسماءهم مخلدة في الذاكرة الحية للمغاربة بعدما تحولت قصصهم إلى حكايات خالدة، وبقوا بذلك رموز للأمة. توريا لم تحلق في السماء فحسب، بل فتحت لجيل كامل أبواب الحرية والانعتاق. الفتاة الصغيرة استشهدت نعم، لكنها كانت وراء ولادة أسطورة كلها معاني وعبار، المغرب الأمس واليوم وغدا.